أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء إلى حلقة السبت من برنامج في العمق. حلقة السبت التي نحاول قراءة ما جرى خلال هذا الأسبوع، أهم الأحداث التي رسمت المشهد الجزائري، وأيضا أهم الأحداث التي شكلت الجدل أو أثارت الجدل عند الجزائريين. سنتحدث عن المنح التصاعدي للإصابات بفيروس كورونا مع تسجيل اليوم تقريبا أكثر من 500 أو نحو 538 إصابة بهذه الجائحة خلال 24 ساعة الماضية. بهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة المسجلة في الجزائر منذ شهر فيفري الماضي إلى 34,693. نتحدث أيضا مع الأسف عن تسجيل 11 وفاة جديدة رحمهم الله، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 1,293 رحمة الله عليهم جميعا. سنتحدث أيضا عن اجتماع المجلس الأعلى للأمن خلال هذا الأسبوع. مجلس أعلى للأمن يتحدث عن قرب افتتاح الشواطئ والمنتزهات والمساجد. ما هي مهمة المجلس الأعلى للأمن؟ ما هو توصيفه في الدستور والقوانين الوضعية يعني التنفيذية له؟ هذا أيضا أثار كثير من الجدل عند الجزائريين. سنتحدث عن حيثيات تنفيذ هذا القرار، قرار فتح المنتزهات وأيضا الشواطئ والمساجد، وخاصة تلك الجزئيات الخاصة بفتح المساجد واستثناء صلاة الجمعة من الصلوات، وأيضا استثناء بعض المساجد بمعايير معينة. سنتحدث عن تلك الحركة الواسعة في سلك الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية في الجزائر، والتي شملت هذه المرة رؤساء المجالس القضائية بتعيين 17 رئيسا وتحويل 18 آخر وإنهاء مهام 17 رئيس مجلس قضائي، وأيضا في سلك النواب حيث تم تعيين 19 نائبا عاما وتحويل 17 آخر وإنهاء مهام 19 نائبا عاما. لماذا هذه الحركة وفي أي إطار ممكن أن يفهمها الجزائريون وحال القضاء كما يعرفه الجميع؟ نتحدث عن فصول المرحلة الثانية من محاكمة المدير العام السابق للأمن عبد الغني هامل وأفراد من عائلته ومسؤولين سامين في الدولة، والتي تمت بمجلس قضاء الجزائر العاصمة في بحر هذا الأسبوع، عن تلك المعلومات الخطيرة حول حجم الفساد الممنهج في إدارة الشأن العام في الجزائر والذي دام لسنوات طوال. مليارات الدولارات ذهبت مهب الريح جراء إدارة الفساد الممنهج. سنتحدث أيضا عن تلك المعلومات والتصريحات لمدير العام الجديد للمؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشار أنيب العربي والنوغي، والذي أكد وقع عملية فساد وسط وتلاعب في المال العام من خلال ملف الإشار العمومي. تحدث عن ما لا يقل عن 4000 مليار سنتيم ذهبت إلى صحف جزائرية ولا أحد من الجزائريين يعلم كيف تم هذا ولأي هدف تم ذلك. إذن مجموعة موضوعات شكلت مجموعة أحداث شكلت ورسمت المشهد الجزائري خلال هذا الأسبوع، نناقشها مع ضيوفنا في هذه الحلقة. وأبدأ بضيفي عبر خدمة سكايب من جنيف الحقوقي والناشط السياسي الأستاذ مراد صالحي. أرحب بك أستاذ مراد في هذه الحلقة الأسبوعية من برنامج في العمق. لا بعض المراقبين يعني كتبوا جمل من قبيل أنه خلال الأسبوع اجتماعات لمجلس الوزراء، اجتماعات لمجلس الحكومة، اجتماع لمجلس الأعلى للأمن، نشرات أخبار للتلفزيون السلطة، يظهر حركة كبيرة عند وزراء حكومة جرات وعن تبون وهذه الاجتماعات وقرارات، وكان هناك إدارة للأزمة. لكن التقارير الدولية اللي نشرتها صحف دولية، التقارير المحلية
سواء على المستوى القضائي، المستوى الاجتماعي والاقتصادي، المالي أيضا، الوضعية الاقتصادية للبلد، الوضعية السياسية للبلد تعطي صورة أخرى. ولا يفهم الجزائريون لما هذه الحركة الكبيرة التي توحي بإدارة الأزمة، مع أنه في الواقع لا يوجد شيء. كيف نفسر هذا المشهد قبل أن ندخل في بعض تفاصيله؟ نعم، مساء الخير أستاذ سليم، شكرا على الدعوة، تحية ليك لكل الزملاء ولكل المشاهدين. نعم أخي سليم، اليوم الشعب الجزائري أصبح يشاهد على أن هناك أزمة حقيقية سياسية باتت واضحة للعيان من خلال يعني تسيير كل شؤون لتهم يعني المواطن والجزائر، سواء من الناحية الاجتماعية الاقتصادية وكل يعني الأمور، يعني تسيير يعني حالات ويعني كيفاش نقولوا حاجيات هذا الشعب. اليوم الشعب الجزائري أصبح واعي جدا، وكل مواقع يعني السوشيال ميديا وكل يعني الدلالات تدل على أن هناك يعني انقسام بين يعني صاحب الأمر الواقع وصاحب السلطة وبين يعني أغلبية الشعب الجزائري. شفنا كثير من القضايا اللي هربت له، يعني مثل يعني السيولة في البنوك ما يمكنش ننساوها، وفي مراكز البريد شفنا كثير من العجز يعني في تلبية حاجيات المواطنين، سواء في قضية توفير الماء لأنه الماء ما كانش، لأنه قضية يعني النقب على الماء ما كانش وتتكلف يعني تكاليف كبيرة من أجل الصيانة تاع العتاد، شفنا يعني حرائق في الغابات، شفنا يعني أزمات عدة ما كانتش يعني إجابة، ما كانش تصرف، ما كانش شفنا ملف الحرقة أيضا. نعم لا نعم أنا معك، هذا ملف الحرقة، ولكن ملف الحرقة هذا لو يكون موضوع نتكلموا عليه، هي في نفس الوقت هي يعني رسالة إلى الاتحاد الأوروبي والأوروبيين على أنه حذاري، لو ما توقفوش معنا راح يكون مصير الحرقة، هذه هي القراءة، ولكن هذا موضوع آخر أخي سليم. جوابا عن سؤالك، جوابك عن سؤالك، شفنا على أنه حقيقة ما يمكنش نسيره شؤون العامة بالعقلية الأمنية. لماذا؟ لأنه اليوم هناك أزمة خانقة، وهناك يعني أزمة، وهناك إنكريز كيفاش نقوله، كاين يعني حتى خلية أزمة عند سلطة الأمر الواقع، والكل يعرف أخي سليم اليوم الشعب الجزائري أصبح واعي، والكل يعني يشاهد ويعرف على أنه العائق الكبير هي أن لا يعود الحراك بالنسبة لهم، لأنه يعرفوا جيدا على أنه مطالب الشعب الجزائري ازدادت، كل تقارير يعني من خلال بوليسهم السياسي والتقارير الأمنية تدل على أنه، وحتى المراقبين وحتى المستشارين لهم يقولوا لهم على انه هناك احتقان في يعني لابونسي الجيريان، يعني في التفكير الجماعي، هناك يعني دلالات تقول على انه الشعب الجزائري ما راهوش راضي وماهوش راح يرضى على السياسات اللي قامت بها، وهناك التقرير الكبير بيقول على انه في لحظه من اللحظات الشعب كله راح ينزل للشارع. انا نظن على انه هذا الارتباك اللي عندهم هو اللي يعني يمد لنا دلالات على انهم يعني غايبين كل الغياب على كل يعني القضايا يعني البسيطه. نعم. الرجل عنده يعني اموال في البنك، يروح للبنك ولا الى مراكز البريد الاموال غير موجوده، هذا مشكل. وشفنا هذا السيناريو لو تسمح لي اخي سليم. نعم. بدايه فنزويلا، ونحن ما نتمناوش يكون سيناريو فنزويلا ابدا، ما نتمناوش يكون في الجزائر، ولكن البدايه كانت هكذا. فلهذا نحن نقولوا على انه لازم علينا دائما احنا نجدوا كشعب جزائري نجدوا ونقولوا الحل موجود في الحوار، في الحوار يعني اللي يدفع الى يعني قرارات، يعني من بين القرارات امهم القرارات هي المرحله الانتقاليه اصبحت لازمه. نعم سنتي الى هذه النتائج، لكن في التحليل فقط، يعني لماذا تلجا السلطه الى هذه العمليه اللي اعتبرها عمليه عبثيه يعني في اداره الشان العام، يعني تضييع للجهد، تضييع للمال والدوران في حلقه مفرغه؟ هل هو نقص الفكرة، نقص الوعي بالمشكلة؟ هل هو غرور وعندهم يعني حسابات بأنهم في موقع يعني قوي ما يخوفهمش لا حراك لا أزمات، أم هي نقص كفاءة؟ كيف ممكن أن نفسر المنهج على الأقل، هذا الأبروش يعني المقاربة؟ نعم صحيح، لو نرجع إلى الذهنية وعلى يعني التركيبة أو حتى الأرشيف لو تسمح لي بالعبارة. نعم. النظام الجزائري نمط الحكم عمره أخي سليم ما نادى إلى حوار في الأزمات يعني الصعبة، يعني منذ صائفة الاستقلال إلى حد اليوم عمره ما النظام الجزائري نادى المعارضين ولا الشعب ولا ممثلين الشعب الحقيقيين والجلوس إلى طاولة. كان دائما هذا التكبر وهذا التجبر وهذا يعني الاستفراد بالحكم واتخاذ يعني كل التقارير ولا كل يعني الإجراءات اللي اخذها، كانت دائما تصب هذه الإجراءات في آخر المطاف إلى أزمات.
فلهذا طبيعة وتركيبة النظام ما يعرفش مع معنى الحوار مع الجزائريين، ما يعرفوش ما معنى الحوار الشامل اللي نخرجوا به يعني بمصلحة لهم هم اللي في السلطة أمر الواقع وللشعب الجزائري للخروج إلى بر الأمان. وكل يعني تجارب التاريخ وكل يعني الأرشيف وكل يعني التاريخ تاع النمط الحكم في الجزائر يدل على هذه النقاط. عندهم مشكلة في الحوار مع الشعب حقيقة في كل القضايا، يعني آخرها قبل يعني ثورة 22 فبراير 2019 قبل الحراك كانت هناك يعني سنوات متتالية من الأطباء يعني المقيمين الغير مقيمين الأساتذة الممرضين صحيح. كل هذه عمرها الدولة ما قالت لا نجلس ونديروا خلية ونديروا يعني ورشة دراسية باش نلقاو ونخرجوا حلول، يعني يا أخي حلول يعني وسطية يعني ترضي الجناحين، لا كانت دائما بالقمع بالسياسة يعني الأمنية بالشرطة بالدرك بالاعتقالات بالتضييق بالحكم بالسجن كل هذه الممارسات. اليوم رانا في 2020، أنا شخصيا أظن على أنه هذا النظام راهو رايح الى يعني الى الى باب الاخير في تاريخه، لانه العصر ما اصبحش يتجاوب مع هذه التصرفات للاسف. في التفاصيل هناك خلال الاسبوع بدايه الاسبوع تم الاعلان عن اجتماع للمجلس الاعلى للامن، وعندما يستمع الجزائريون الى اجتماع مجلس الاعلى للامن يعني مجلس في كل دول العالم يجتمع لدراسة القضايا التي تهدد الأمن القومي، يعني سواء الأمن القومي الاقتصادي، الأمن القومي الغذائي، الأمن القومي الأمني يعني، أو القضايا الحساسة. بعد ذلك ظهرت أنه في البيان حديث عن فتح الشواطئ والمنتجعات وفتح المساجد، وكأنها مهام الحكومة يعني وليست مهام مجلس أعلى للأمن. كيف راقبتم هذه التفصيل؟ لأنه كثير من الجزائريين كتبوا عليها يعني فعلا ولا يفهمون، حتى ناس ولا تراح تقرأ في الدستور وشنو هو مجلس الأمن وشنو مهامه، هل هو سلطة تنفيذية القوة بلي سلطة تشريعية استشارية طبعا عفوا، ومهامه ما هيش به يقرر يعني وقت ينفتح المسجد أو مطعم أو مقهى، أليس كذلك؟ نعم، شوف هذا دليل آخر على الانفراد بالقضية والانفراد بالحكم وهذا التجبر. يعني ما كانش هناك أخي سليم، لو نكونوا موضوعيين كان من الأولى كل هذه التقارير، لو كنا في دولة تحترم نفسها عندك برلمان عندك يعني ممثلين الشعب الجزائري كان يكون حوار يعني استعجالي يعني بغرفتيه، يعني في أسبوع نلقاو مخرج لبعض الأسئلة. وكما قلت وأشرت أنت هذه يعني قضية يعني بالدرجة الأولى قضية حكومية يعني من مهام يعني الحكومة يعني القائمة، ولكن القضية في الجزائر دائما أخي سليم لما يكون هناك اجتماع ما عندنا شفافية، لا ناطق رسمي يتكلم، أنا ما سمعتش ناطق رسمي بالرئاسة تكلم، ولا ناطق رسمي بالحكومة تكلم، ولا ناطق رسمي بهذا المجلس الأمني الطارئ اللي داروه وكله يديروه. نحن نخشى ما نخشاه أخي سليم، كل ما نخشاه على أنه هناك يعني صورة نمدوها يعني للرأي العالمي الدولي وللرأي العام في الجزائر عموما، وهي يعني تصرفات أخرى مفادها وهي دائما المغالطة والتلاعب. احنا نديروا لهم النصح ونقول لهم اصبح هذا الزمن ما يتجاوش مع هذه التصرفات، الحل الوحيد ان الكل يجلس في طاوله ونناقشوا كل هذه الظروف. انا تمنيت اخي سليم لما تعلقت الحراك، انا جزائري وانا مسؤول على كلامي، تمنيت لو الحكومه تقول نحن في ازمه كورونا هيا الشعب الجزائري نديروا اليد في اليد، انا كنت من الاوائل اللي ندير معهم اليد حتى غير شرعيين، ولكن الظرف والقضية تاع الوباء والقضية تاع الشعب الجزائري هي يعني أكبر علينا كثير، فلهذا احنا كنا نتمناو يكونوا يعني عندهم حتى من باب الإنسانية خاصة بكل القضايا اللي تعلقت يعني من الكورونا والرواح والممرضين كثير تصرفات الشعب الجزائري أصبح ما يفهمش، وتصرفات أنت يا صاحبي لما تشوف ناس يعني يروحوا المستشفيات ونعرفوا المطالب تاع المستشفيات وتاع السلك الطبي وتاع القائمين على هذا الوباء يعني في هذه الظروف استعجالية، نشوفوا نقدموا لهم يعني كتب من القرآن الكريم، القرآن على العين والرأس والسن ليس في محله يا أخي سليم. شوف أنا أقول لك على أنه انعدام الشرعية لهذا النظام داخل الشعب الجزائري هي اللي راه يعني تخرجوا للعلن على انه لما تكون ناقص شرعيه يعني الاولويه الشرعيه يعني داخل الجزائر داخل شعبك فهذه هي النتائج الطبيعيه في اداره يعني المعلومات واداره الشان. بين الامور اللي اندهش منها الجزائريون يعني ضحكوا وابكوا من هذا الحال، يعني انه شخص مثل عسكري أجيدون شاف هذا بنويرة قرميط يهرب إلى الخارج
ويحمل أسرار ويجي. المعلومات نستقيها من الخارج ومن وسطاء، يعني من ناشطين من مدونين في الخارج. الإعلام الجزائري لا يتحدث عن هذه القضية أبدا، لكن فجأة لما تسلموا سلطات تركيا إلى الجزائر لقينا الخبر في كل الجرائد وفي كل وسائل الإعلام العمومية والخاصة، كذا أنهم لم يتحدثوا عن الحادثة لما حدثت ويتحدثون عن تداعياتها اللي جات. وهذا في كثير حصلت مع طابو وسمير بالعربي مثلا، يلقيوا القبض عليهم فما تلقاش ولا خبر، ولما يطلق سراحهم تلقاهم يروحوا سنوهم ويعملوا معهم الحوارات. كيف نفهم هذه الفلسفة نتاع إدارة أيضا الشأن العام والمعلومة يعني الرسمية؟ نعم، شوف أخي سليم، القراءة تاع النظام الحاكم في الجزائر، ولا لو نكونوا يعني موضوعيين نقولوا صاحب الأمر الواقع الآن في الجزائر، هو كانت دائما يعني تعليمات، لا عندهم لا قانون ولا قواعد قانون ولا لائحة يعني شرعية، ما عندهمش الجرائد الرسمية، ما يعرفوهاش، ما يعرفوش ما هو الناطق الرسمي، ما يعرفوش على أنه المعلومة تكون في الوقت مهما كانت المعلومة، عندهم دائما يعني ديكالاج مع لا رياليتي، ودائما الحقيقة هي اللي تفضحهم، يعني دائما فضيحة مر فضيحة. أخي سليم، لو تشوف يعني ترجع حتى الملف يعني لسكوندال يعني دو سيكل تاع قضية يعني الخليفة واحد، والقضية تاع يعني شكيب خليل، يعني كانت المهزلة الكبرى لما يكون الإعلام يعني الخارجي هو اللي يبلغ وهو اللي يقول هذا الكلام. هادو معودون على كل شيء يا أخي سليم. إن القضية الآن، قضية الآن راهي متعلقة بالحراك بالدرجة الأولى، كل الدلالات وكل هذه الأمور تقول على أنه راهي متعلقة بالحراك، كيف يعود الحراك هذا أصبح خطر، ولازم علينا شرعية خارجية، شرعية دولية من دون يعني والاستغناء على الشرعية الداخلية. في لحظة أخي سليم، نعم، أنا تأسفت لما نشوف يعني منشورات تخرج من أي شخص اللي تكون يعني في خطر على الأمن القومي، لما تخرج يعني منشورات على يعني أسماء ضباط، أنا متأسف على بلدي وما يهمنيش شكون اللي نشرها، أنا اللي يهمني نتأسف كيف لي 12 مليار دولار يعني كيفاش نقولوا ميزانية سنوية للجيش، ما عندناش جهاز يحمي هذه يعني التسربات، فهذا أصبح خطر حتى على الأمن القومي يا أخي سليم، لو نكونوا يعني منصفين ونكونوا موضوعيين. فلهذا نحن دائما نقول على أنه الشعب الجزائري ما راهوش يحب المواجهة، الشعب الجزائري يريد تصحيح كل هذه الأخطاء تحت يعني نظام قائم ودولة قانون، ويعني البناء التدريجي لكل ما هدموه. فلهذا الآن أصبحت هذه السياسات اللي كانت في الستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات أصبحت لا تجدي نفعا، نحن في عصر آخر حيث الموقع الاستراتيجي الجزائري هدد الجزائر في المصالح يعني استراتيجية مع الخطر الخارجي دائما، وكل الدول أخي سليم ما تعطيلكش يعني وما تسلملكش وما تعطيلكش يعني الورود بدون مقابل. فهذا طيب. احنا ما نرضاوش على بلدنا، ونحن نعمل دائما باش نكونوا موضوعيين، باش نعرفوا كيفاش ايضا نحن مسؤوليتنا كشعب باش هذه الازمه تكون عندنا القراءه الصحيحه والمنصفه في هذه الظروف خاصه. سعود اليك استاذ مراد صالحي، ارجو ان تبقى معي، انضم الينا في هذا النقاش الباحث والاكاديمي استاذ علوم الاعلام في الجزائر، المحلل السياسي ايضا الدكتور عبد العالي رزاقي، معي عبر هاتف من الجزائر كما اسلفت. دكتور عبد العالي، ارحب بك في هذه الحلقه الاسبوعيه من برنامج في العمق، الكثير من الاحداث فعلا، لكن احاول ان الخص اهمها، يعني ليبدا من اخر شيء، وهذا الحوار اللي عمله مدير لاناب مع صحيفتي الخبر والوطن، وهذه الأرقام الهائلة عن أموال ذهبت إلى صحف لاستعمالها في البروباغندا السلطة، لماذا هذه الأرقام؟ لماذا الآن؟ ما هي الرسالة؟ ووضع لناب كيف هو الآن؟ وهل سيتغير شيء؟ أعتقد أن ما قاله سيد بنوري، نعم، وما يجري حاليا شيء ثاني، نعم، شيئان مختلفان. أولا هو تحدث عن 317 جريدة ظهرت خلال 8 سنوات 2012-2020، ويقول من ضمنها 105 اختفت. السؤال المطروح، أيعقل أن ب 62 حتى 2012 صدرت 300 ما بين نشرة كذا، بينما فترة تاع 8 سنوات يخرجوا فيها 300؟ الرقم إذن مشكوك فيه، هذه النقطة. النقطة الثانية، كل الصحف التي ظهرت بعد 2012 تعتبر غير شرعية،
لماذا؟ لأن غير مطابقة لقانون الإعلام أو قانون الصحافة لعام 2012، وبالتالي إعطاء هذه الأموال لهذه الصحف هو كأنها تعطي للسراقين. إذن لا يوجد المؤسسة هذه إذن مارست نوع من تهريب المال عن طريق صحف أو قنوات سواء في الداخل أو في الخارج. ولهذا عندما يتحدثون عن أسماء ويخفون أسماء أخرى، هذا يدل بأنهم لم يفهموا بأن الإعلام يحتاج إلى احترام القوانين. نعم. لا وجود ذكر الإشارة اللي اخذوها الصحف العمومية يعني على رأس المجاهد والشعب. أستاذ سليم، نعم. ليس مهم أن يأخذ، هذه كلها غير شرعية. نعم. يعطي للسلطة لصحف السلطة أو يعطي للقطاع الخاص، كيف السارق المال هذا يهرب عن طريق القطاع الخاص ولا العام؟ المشكلة أن المؤسسة تاع الإشهار يستشهد مديرها بقانون الإعلام. يقول مادة 31 ما تسمحش بوجود ناس يستعملون أسماء مستعارة، هناك 40 جريدة مسؤولها يستعملون هذه مادة في الدولة مطبقة على 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 ماذا؟ طبق نفس الأشياء عندما أوقفوا جريدة شراء ربرا لجريدة الخبر والكابيسي، انطلقوا من مواد قانون 2014. هذا يدل بأنه ناس قانون موجود في أذهانهم، ولكن عندما يطبقونه على الجرائد لا وجوده. ولهذا أعتبر الكلام الذي قاله السيد والنوغي هو إضافة، هو كأنه واحد يتكلم كلام أي كلام لأنه غير شرعي. هذه لا. مؤسسة عندما تعطي أموال الآخرين وعندما يفتح تحقيق يتحدثون عن فتح تحقيقات، يعني أتحدث مثلا نأخذ مثال، نعم. لم يقدموا المعلومات التي قد نشرت في الخارج خلال عندما أعطى بوتفليقة إعلانات لوموند، لم يقدموا ولا الأفريكازي ولا الأفريك لم يقدموا أحد معلومة صحيحة. وبالتالي الحديث مدير الحديث هو عبارة عن تلهية الرأي العام، بمعنى أنه مشروعهم كالتالي: المشروع الأول أنه خلق مشكلة أمام الصحفيين والقنوات للحديث عن مشاكل القطاع، ويدخلوا في صراعات وكذا، وهذا سرق وهذا ما سرقش، ويصبح المواطن يشك في كل المؤسسات الإعلامية. يعني لا تتوقع أن تذهب هذه الأرقام بعد استكمال التحقيق الأول اللي دخلها إلى القضاء، يعني لفتح الملف، لأنه هذا نهب مال عام رأين كعوان ممكن يديوان الحبس. جمال كعوان لماذا؟ لأنه كان يتقلد منصبين، منصب وزير الاتصال ومنصب مدير لانب، وفي نفس الوقت له منصب مدير جريدة الوقت أو مجمع الوقت عموما، فإذا هو تابع الحداد، وبالتالي الآن حداد في السجن لازم يديه هذا الشخص. إذن الهدف هذا هو. الهدف الثاني أنه هناك السيد هشام كان الهدف أنه ضربه، أن السيد هذا بدأ يتحدث عن قضايا مرتبطة بالمؤسسة العسكرية، وبالتالي هذا السيد له رب ورن أعطينا له الدراهم في الخارج وكذا. إذن هناك أهداف مغرضة، والدليل أنه بعض النشطاء يتحدثون عن زيدوت بأنه كذا وكذا ويحاولون تشويه. إذا الهدف هو تشويه كل رموز نستطيع نقول بين مزدوجين الحراك، بمعنى من يدافع الحراك يريدون تشويه في الداخل أو في الخارج. ولهذا عندما ننظر المحاكمة تاع سمير بالعربي ودرارني، لاحظ أنه لأول مرة في تاريخ الجزائر، في تاريخ العدالة، يطالبون بأن يحاكم 4 سنوات وبأن كذلك تبقى 4 سنوات أخرى متابع بعدم الممارسة السياسية، بمعنى تسحب منه الحقوق المدنية والسياسية. أيعقل؟ إذن الهدف هو الحراك بالدرجة الأولى. ولهذا أولا يريدون أن يعطوا الانطباع للرأي العام، وهذه هي الجمعة الأولى من الحراك يجب المتابعة. الجمعة الأولى ماذا فعلوا؟ وضعوا مخابرات من جماعة توفيق سابقا، وضعوا في المساجد بالحي وبقنابر، ومحاولة نزول الشارع. لكن انتبه المواطنون أو أصحاب الحراك بأن هناك شيء داخل الحراك،
حتى يضربوا هذا الحراك، وبالتالي استطاعوا أن يبعدوا هؤلاء الذين جاءوا من الجهات الأمنية. الآن نفس الأشياء يريدون أن يوعزوا للرأي العام بأن المشكلة وش هي؟ المشكلة أنه الحراك ينتهي في المسجد. طيب خلال الأسبوع تم الفصل الثاني من المحاكمة نتاع الأردغاني الأمن مدير العام السابق للأمن الوطني، ما هو الهدف من إبراز تلك المعلومات اللي تحدث بها الهامل حول يعني الوصول يعني انه فساد كان في الهرم السلطه، يعني كان عند بوتفليقه وجماعه بوتفليقه ووزراء بوتفليقه ونزل وحديثه عن بوسطيله عن كمال عبد الرحمن جنرالات قائد الناحيه العسكريه الثانيه جاب عاود جبد ملف زنجبيل انه كان عنده ملف وحطه، لكن كان هناك صراع بين جماعه وهران وجماعه الشرق وجماعه. ما الهدف من إبراز هذه المعلومات؟ أولا هو حاول أن يخفي اسم موجود في السلطة الآن من ضمن هذه المجموعة التي ذكرها، أولا أراد أن يخفيه. النقطة الثانية أرى كأنه يريد أن يهدد بأنه لماذا لا تهتمون بالمخدرات 700 وكيلو غرام لم يطالبوا أصحابنا تجتمعون على أشياء بسيطة. لا، هو جزء من العائلة، يجب ننتبه، هو جزء من عائلة بوتفليقة، ما نكذبوش على نفسنا، هو جزء. ولهذا صحيح الكلام اللي قاله صحيح حيث المبدأ، ولكن هو جزء من الرئاسة سابقا، كان هو الرئيس، كان مشروع رئيس. وأتحدث هنا ربما أصارحك، مرة تليفوني قال لي أنت تذكر بأن أمريكيين يحضرون رؤساء جنرال، أرجع عدم ذكري اسمي. لا، قلت له أنت جنرال وأنا كنت نعرف. قال لي إيه، قلت له أنت مرشح للرئيس. قال لي ممكن. إذن كان هذه في 2011 لمعلوماتك، ليس الآن. والشخص اللي كان حاضر الشاهد لأن التليفون تاعو اللي استعملوا موجود. نعم. إذن من هنا نرجع للنقطة الأساسية. الناس هؤلاء يريدون تضليل الرأي العام. الآن الحرب، الصراعات الموجودة داخل المؤسسة العسكرية انتقلت إلى المجلس الأعلى للأمن. هذا شيء جديد. لا. ولكن نستفيد منها كجزائريين، بمعنى انه طيب اصبح صراعات خارج الاطار الاطر الرسمي الاطر غير الرسميه. الان الصراع بدا في المجلس الاعلى للدوله، كيف يمكن يحسم لاحقا لا نعرف. ولهذا يحاولون ان يضللوا الراي العام بانهم ناقشوا كذا وناقشوا المساجد وناقشوا. هذا كلام انا كنت اسالك على هذه النقطه اللي مدرجه في احداث الاسبوع. يعني الكثير من الجزائريين علقوا بسخرية، يعني مجلس الأعلى للأمن يجتمع في بيان بعد تلقى أنه تحدث عن فتح المنتجعات والشواطئ والمساجد، هل هي فعلا هذه هي المهام تاع مجلس الأعلى للأمن أم هناك يعني محاولة لبيع صورة معينة؟ أولا أنا استبعد بأن الحديث في المجلس الأعلى للأمن كان حول هذه القضايا، استبعد نهائيا. يعني البيان، لأنه مش وظيفة. نعم، البيان هذه وظيفة تاع الهيئة التنفيذية. نعم. خلينا من البيانات كتبوها، البيانات كتبوها في أي معلومة. خلينا من البيانات، المعلومة صحيحة لأنه أول لاحظوا أنه اللي تم طرده في المجلس الأعلى للأمن هو قرار تم إقالته داخل المجلس، هذا لم يحدث سابقا، بمعنى أن الصراع الذي كان خارج المؤسسة انتقل إلى داخل المؤسسة. هل يستطيع جماعة شنقريح أن يحسموا القضية أم لا؟ يبدو أن الصراع الآن سيدخل طرف ثاني فيه ليس في الواجهة، وهو جماعة توفيق. جماعة توفيق الآن بقوة رجعوا، وهم الذين يخططون الآن لكيفية تقسيم الحراك، لكيفية القضاء الحراك، وهم يدفعون الجزائريين إلى نوع من العنف. هذا العنف طبعا يريد أن ينسبونه في جميع الحالات إلى الإسلاميين، والدليل أنهم النساء المتحجبات منعنا من دخول إلى المساجد. نعم، لكن كنا نعتقد أنه إذا يعني صحت هذه الفرضية أنه جماعة الدياراس الذين تمت الإطاحة بهم في وقت بوتفليقة وبين قوسين يعني مرمدوهم سينتقمون من السلطة وليس من الحراك، أليس كذلك؟ لا، هم عادوا. نعم، هم رجعوا، استنجدت بهم السلطة الحالية،
لماذا استهزأت بهم؟ لأنهم الذين كانوا يعملون تقارير ويقومون بكذا ويقومون، وبالتالي فهؤلاء لهم علاقات. والملاحظة أن الأسماء اللي تلاحظها اللي ينادوها في الرئاسة هي أسماء قديمة تاع السبعينات، عرف أمنية بدون ذكر الأسامي. صحيح. إذن الأسماء التي دعيت كلها من أسماء اللي لها علاقة بالديارات، وبالتالي فالمؤسسة ستعود ولكن بطريقة جديدة باختلاف. وطبعا سيبدأ أول شيء الصراع اللي يبدأها هو صراع إسلاميين لائكيين، وسيحاولون بخلال نسوق. ولكن هذه التصورات أو هذا المحاولة خلق الفتنة بين الجزائريين ما تنجحش. لماذا؟ لأن الجيل الجديد ما يعرفش المشاكل تاع الماضي. صحيح. الجيل الجديد الآن هو الذي يسير الحراك، هو الذي يقوم بالحراك، وبالتالي لا يستطيع أحد أن يدعي بأن الحراك ملك فلان أو في الكل. ولهذا لاحظ أنهم يحاولون يسوقوا بعض المعلومات، يقولوا طيب على الجماعة أوروبا أو الجالية أن تنتخب أن تعين حكومة. لو من تفكيك الحراك ومع الانطباع بأن الحراك هذا يقوده فلان فلان، الحراك هو أفقي وليس عمودي. لكن ما الذي يدفع بالمنظومة لإعادة نفس السيناريوهات اللي فشلت في السابق؟ هل ما عندهمش هذه المعلومات اللي تحكي بها؟ هل ما عندوش معلومات بلي هذا الجيل غير مرتبط بالتسعينات؟ هل ما عندوش معلومات أنه ستفشل هذه المهمة؟ أستاذ سليم، سنكون أكثر وضوحا. نعم. قبل يومين أو ثلاثة السعودية دارت 28 قناة في ليبيا بما فيها في الجنوب الجزائري. هنا قنوات عند الواحد، واش الهدف نتاعها؟ 28 قناة سلفية مدخلية، هذه الوظيفة نتاعها وتقوم بجانب. وهناك كذلك الآن يحضرون في بعض المساجد سلفيين ومدخليين للخطب القادمة، ولهذا هم لم يفتحوا الجامعة ليس خوفا من الحراك، الحراك راح يمشي بلا يتحم، ولكن حتى يحضروا أنفسهم مع الأشخاص الذين يقومون بالخطب والتي تحضر من طرف وزير التربية وزير شؤون دينية. الملفت للوزير شؤون عندما يقول لك لا يوجد في الإسلام اختلاف، هذا نوع من الشتم أنه قرار قيدة. ولهذا هذا الفكر المدخلي هو أخطر شيء سيأتينا من السعودية، وسيحتل يبدأ من ليبيا ثم ينتقل تونس ثم يأتي إلينا. يعني هي عملية الحفاظ على هذا النظام، كل سلطة عندها حساباتها، يعني فهم ينتهجون يعني خطة معينة بأساليب ربما لك تحكي عليها أنت. هناك الكثير أعطى أيضا معلومات أخرى، يعتمدون على نقاط قوة يعني أنه ستنجح هذه الخطة. ما هي نقاط القوة اللي ممكن يعتمد عليها النظام في إنجاح الخطط متاعه؟ هل هي متعلقة بالمال، متعلقة بفشل النخبة، متعلقة بدعم خارجي وضعت فرنسا فيها؟ يعني كيف ممكن واحد يقرر ويتخذ قرار وهو يعرف أنه عنده نقاط قوة تخليه هادئ ويمضي فيه؟ أعتقد أن ماكرون رسالته إلى السلطات في لبنان هي رسالة للجزائريين، ولهذا ينتبهوا. النقطة الثانية أنه قوتهم أين تكمن؟ قوتكم تكمن في الدرجة في هالتعيينات. تلاحظ أنه يوم عين فلان يوم ينحيه. لأول مرة في تاريخ الجزائر رئيس في خلال 7 أشهر يغير أو يبدل أكثر من 1000 شخص لأول مرة في تاريخ الدول. هذا لم يحدث في تاريخ الدول. صحيح أنه هذه التغييرات المرتبطة بالعدالة في آخر نهاية السنة دائما قبل دخول المنظور، قبل الدخول الجامعي أو الدخول الاجتماعي تبدأ التغييرات طبيعية بالنسبة لهذا، ولكن هناك تغييرات قادمة على مستوى البلاد، على مستوى مؤسسات كثيرة، ولهذا هم يفكرون في التغيير. التغيير مش مقصوده أنه جاء فلان 6 أشهر ما استطاعش يحقق شيء، بدل جيب فلان آخر، جيب فلان يظن بأن هذه المجموعة يكون بها. والدليل أنه عندما يتحدث تبون يتحدث عن المجتمع المدني. هل يوجد مجتمع مدني في الجزائر؟ أنا أتحدى واحد يقول لي كان جمعية وطنية. صحيح جمعية، كان عندي جمعية وطنية اسمها الهدهد، درتها في 92 ووقفتها، ولكن
أتحدى عن أي جمعية. هذه جمعيات من صناعة داخل المؤسسة، في السابق كانت الديارة تسيرها، الآن يبحثون عن طرق جديدة لتمويلها، طرق جديدة لشراء الزمام، ويبدو أنهم سيجدون خاصة هذه المجموعة الموجودة في الجامعات، لأن لاحظ الوجوه الجديدة اللي تظهر في التلفزيونات لطوات. لا يجرؤ أحد يقول أخطأتم، ليس عيبا أن نقول أخطأ، أخطأ تبون، أخطأ فلان، أخطأ كذا، ولكن لا يجرؤ واحد. لماذا لا يجرؤ؟ لأنه كل واحد عنده طموح بأن يحصل على ترقية. ولهذا نرجع النقطة الأولى، قوتها أين تكمن؟ أولا تكمن في القرارات التعيينات، النقطة الثانية تكمن في المال، في كيفية إعطاء. والدليل أن عندما يقول السيد والنوغي يقول عندي 40 واحد ولا بدون اسماء مستعارة، ويذكر اسماء معينة ولا يذكر اسماء ما عنديش حق نقولها، اسماء اخرى يذكرها، لان نساء جنرالات بنات جنرالات موجودين اكتيف حاليا. إذن هناك إخفاء لحقائق وذكر حقائق معينة، الحقائق موجهة. ولهذا إذا أرادت مثلا المؤسسة الإشهار أن تحترم نفسها، أن لا تعطي إعلانا أموالا لأي جريدة غير مطابقة للقانون. كان قانون، طيب طابق القانون وأمن. لا، وزير الاتصال وش يقول؟ يقول نحن بصدد تعديل أو إنشاء قانون جديد. هناك قانون جديد للإشهار سيعدل، وهناك 15 مادة أو معيار للإشهار. أعتقد المعيار الأول هو حقن القانون، المؤسسة قانونية، وعندما نقول قانونية الصحفيين مصرح بهم في الضرائب ومصرح بهم التأمين، هذا هو قانونية. جميل. سؤالي الأخير أستاذ دكتور عبد العالي رزاقي هو حول الطرف الآخر، دائما نسأل الطرف الآخر عن الشعب، يعني هذا ما تقوم به السلطة وهذه منهجيات السلطة، ماذا عن الشعب؟ كيف هو حال ما يسمى المزاج العام في الجزائر؟ كيف هو؟ هم أنا نمشي في الشوارع ونروح الأسواق ونتحدث كذا مع الناس ونعرف الأمور كمية، يعني نستطيع نقول لك بصراحة الشعب لم يعد يثق ولا في شخص السلطة. وعندما تلتقي مثلا أي شخص، مثلا نلاحظ أنا تكلمت الأسبوع الماضي معك فيما يتعلق بالحميز، الحميز التجار داروها البارح أو قبل البارح، بعثوا رسالة لكل البريد، المراكز البريد، بأنه لا يحق إعطاء أكثر من 100,000 دينار، من 10 ملايين ما يصحش فوق 10 ملايين. المال موجود في الجزائر كله في الحميز، اسمح لي، وموجود كذلك في سطيف وفي البرج، هذه الأماكن تلاقي من الجزائر كل أموال موجودة مكدسة، ولكن لا يجرؤ واحد من السلطة أن يغير العملة ويدخل أموال للبنوك الجزائرية. ولهذا نرجع، الحراك يخافوا منه أكثر من اللي يخافوا من الله عز وجل، اسمح لي بنقول لك يخافوا منه بشكل مخيف. ولهذا سيعاقبنا كل واحد يتحدث عن الحراك، كل واحد يفكر في الحراك، كل واحد ربما يتعامل مع ناس لهم علاقة بالحراك. وبالتالي فالحراك هو الثورة القادمة التي تسقطهم، لأنه الهدف إسقاط النظام، ولكن الحراك عموما هو أفقي، أفقي ما يستطيعوش يتحكموا فيه. العمود سهل يتحكموا، العمود تغيير النظام، وما يستطيعش النظام يغير نفسه. من الخطأ أن نتصور النظام يغير نفسه، ولكنه سينهار. لماذا؟ لأن هناك الآن نوع من الثورة لدى الشارع، الشارع أصبح يشتم مواطنين، يشتم الناس في الشارع، يقول لك واش هذاك سراق، هذاك كذا، يبدأ يعطي لك معلومات بدون ما تطلب منه. المواطن لم يعد له ثقة أو لم تعد له ثقة في أي مسؤول في السلطة الجزائرية. شكرا لك جزيل الشكر الدكتور عبد العالي رزاقي، الباحث الأكاديمي المحلل السياسي، أستاذ العلوم من إعلام والاتصال في جامعة الجزائر، كنت ضيفي عبر الهاتف من العاصمة الجزائرية. أعود إليك أستاذ مراد صالحي، التفصيلات شوف الدكتور عبد العالي رزاقي ربما حديث عن المزاج العام بأن الشعب الجزائري فعلا لا يثق في ما تقول به السلطة، وأنه هناك منطقين، هو منطق الشعب
ومنطق السلطة. قبل أن نذهب إلى هذا المعنى نتحدث أيضا عن قضية الإشعار، يعني ما قيل عن الإشعار حتى نناقش معك هذه النقطة قبل ما نروح لنقاط أخرى. نقاط سلبية في الحوار اللي جراه مدير لاناب مع الخبر والوطن أنه لم يتحدث عن مآلات هذه التحقيقات، يعني هل ستذهب إلى القضاء، هل سيتم مساءلة الناس، هل سيتطلع الجزائريون إلى ما أخذه الإعلام العمومي، الصحف العمومية، يعني لأنه لما يعطيه صحيفة يشريوها يرشيوها بصفحة صفحتين تتعرف أن المجاهد تبلغ عدد صفحات الإشهار فيه مرات إلى 30 صفحة لما يكون النسخة فيها 34 أو 48، أما في الحالات العادية هي 10 و15، يعني في كل كلام صفحة كلام كاين زوج صفحات إشهار. كيف نظرت أنت لهذه المعلومات اللي صدمت الجزائريين أيضا؟ نعم أخي سليم، نقطة مهمة جدا هذه لازم نتكلم عليها. شوف النقطة ما هيش متعلقة بالفساد كفساد مالي، هذا يعني أصبح يعني في الجزائر يعني ظهر للعلن، ما راهيش قضية فساد. أنا أقول لك على أنه قضية جناح حب يسيطر على الإعلام، هذا الجناح حب يضرب الإعلام، والمعلومة تأكد لما اليوم نشروا أو الأمس، أنا مانيش متأكد عفوا يعني شوية تعبان، ربما اليوم تكلموا على أن هناك جريدتان ناطقة بالفرنسية مدتش الإشهار ومدتش هذه الأموال وعملت داخل أطر قانونية وما يشبه هذا الكلام. أنا أخشى ما أخشى على أن هناك جرائد راح يعني تسحب من الساحة ويتم الاستيلاء عليها لجناح. هناك بعض الإعلاميين نظن مريحين يعني يقضيوا عليهم هما والجرائد تاعهم. أنا هذه هي النظرة اللي شفتها، ما شفتهاش يعني قضية يعني هي محاولة لإعادة تشكيل الساحة الإعلامية يعني؟ بارك الله فيك. نعم شوف كل الدول الشمولية والأنظمة الديكتاتورية عندها يعني زوج ساحات تلعب عليهم ما يلزمش يهربوا من يدها، هي البرلمان والإعلام. هذه الزوج قضايا البوليس السياسي يهمهم كثير وش يوقع فيها، لأنه هي اللي تصنع له يعني التفكير، هي اللي تصنع الفكرة. ولكن الآن هناك مشكلة توقيت، هذا موضوع آخر. ولكن لو نرجع لقضية هذا تاع الإشهار، هذه القضية يراد منها يعني مسح كثير من الإعلام والاستيلاء عليه بطريقة يعني شبه قانونية، مع أنه هي بدايتها ليس قانونية لأنه ما كان حتى واحد يعني خضع. وكما أتكلم الدكتور الزاقي ما يمكنش لشخص يكون في منصب يعني في وزارة ويكون يعني على الشركة العمومية على الإشهار ويكون عنده هو أيضا جريدة ويستفيد من هذا الإشهار، إذن هنا ما كانش يعني ما كانش نوتراليتي. دونك أنا ظنيت وقريت الموضوع يعني باش ما نروحش فيه بعيد، قريت على أنه هناك أيضا إن مانوفر، يعني هناك حركة من أجل الاستيلاء على يعني الأغلبية لكل هذه الجرائد. ونحن نعرف أخي سليم على أنه أغلب حتى القنوات الفضائية ما يمكنش نسوها، أغلبهم ما عندهمش يعني ترخيص، وأنت تعرف القضية أكثر مني، وأغلبهم يعني حتى عندهم راهم لاجئين في دول أخرى، هذا موضوع آخر أيضا. ولكن حبيت نقول لك على أنه هناك عملية استيلاء يعني على الرأي العام لصالح يعني الجناح اللي راحوا يسيء. تنحية القائد الدرك الوطني أيضا، الناس حطوها في سياق تصفية تركة القائد صالح، هل فعلا ممكن تكون هذه هي القراءة، أم أنه هناك عملية لسلطة تريد أن يعني رئيس يحب يجيب ناس ليستطيع أن يعمل معهم، وهذه يعملوا بها كل رؤساء العالم؟ يعني لماذا الكل وضع هذه القضية في قضية في صراع وتصفية تركة القائد صالح الراحل القائد صالح؟ نعم شوف، منذ يعني بداية أو نهاية العام الماضي 2019 تم إطلاق سراح يعني رجل الأعمال المعروف سيد البرب، وإحنا كحركيين ومنظمين ونعرفوا هذا النظام كيفاش يمشي، لاحظنا يعني هناك يعني استجواب، هناك يعني تقارب، هناك يعني تلاحم بين بعض يعني الرؤوس وبعض الشخصيات. بعد كان هناك يعني مجيء عبد العزيز مجاهد على رئاسة الجمهورية كمستشار راني تبون، احنا نعرفوا الرجل واش من جناح يخدم ومين كان يخدم وشنو هي اسبابه. انا احترمه كشخص، ولكن احنا نتكلموا عليه لانه راهو رسمي، ما راهوش يعني انشاء خاص في بيته في التقاعد، نتكلموا في اطار الجمهورية الجزائرية.
إذن وشفنا بعض الرموز تعيين أسلاوي شفيق مصباح وشفنا تحركات حتى في الخارج ودعني يعني نعطي لك معلومة أنا متأكد منها على أنه هناك للأسف بعض الناس يعني النفوذ ضعيفة استطاع على أنه السفارات في الجزائر تشريهم هذه معلومة أعرفها جيدا لأني في الميدان لا. بدريعة على أنه هناك بعض الجزائريين عندهم يعني مشاريع مع بعض الدول وهذه المعلومة هم يقولوا راهي متحققة ولازم توقفوا معنا وعندنا لونفلوب يعني لونفلوب يعني كيف يقول لك هو الظرف الظرف مالي عندنا نعطوا لكم وراهم يحاولوا يعني يضربوا الحراك وهي يعني في اخر المطاف كلها هذه راهي صراع راهو جناح يرجع بقوه وراهو يشتم كل كل يعني والله غريبه اخي سليم حتى تشوف انت وسيني بوعزه وما ادراك بعد يعني قبل 6 أشهر ما كانش اللي كان يتكلم على وسيني بوعزه وكان يقولوا على انه طرطاق وتوفيق مجرمين ولازم الحبس وقايد صالح ودار والمنجل وكل هذه الامور ثم تقدمنا شويه قال لك لا الخائن هذا يوصفوه بالخائن في الجرائد الرسمية تاعهم ولازم يتحاسب ويدخل وكان عصابة بالقصير نفس الشيء وكل قصير حتى يعني الهامل احنا نخشاو ما نخشاه على انه هناك يعني كيفاش يقولوا يعني دائرة دائرة راهو يعني القوي ياكل الضعيف وهذا ما نتمناوش يجيشنا لماذا في سليم كاين زوج قضايا اثنين ان الدولة كدولة الجزائر والجيش كمؤسسة تاع الشعب الجزائري هذوما ما ينزمش يسقطوا باش الناس تركز جيدا وتفهم جيدا لانه لو تسقط الدوله الجزائريه لا قدر الله لنا في سوريا عبره صحيح احنا ما راناش حابين الدوله تسقط وما راناش حابين هذه المؤسسه تعبت بها نريد هذه المؤسسه ان تكون في اطارها القانوني مع المراقبه يعني ما راهيش المراقبه يعني الديكتاتوريه المراقبه لتطوير هذا الجيش لما نقولوا يعني المراقبه الدستوريه هي مراقبه دستوريه هناك مهام دستوريه لكل جيش في العالم ومهام الجيش الجزائري هي مسطره في الدستور الجزائري وفي مواد من 23 تقريبا 24 25 خاصه من 25 يعني في الدستور النسخه القديمه اللي يحافظها يعني يحدد المهام يعني هذا مش لعب يعني صحيح نعم شوف أخي سليم قضية الحراك هما يظنوا على أنه الحشد تاع صلاة الجمعة هو الحراك لا شوف إن الظلم والاستبداد ما يمكنش يعرفوا منين يخرج هذا الشعب وهذا كان دليل وكان يعني جواب لكل الأسئلة ولكل الناس اللي أهانت هذا الشعب رقد وما يخرج ولكن لما تجي القطرة شوف البراكين أخي سليم البراكين ما كانش يعني عالم يقول لك كيفاش ينفجر البركان لأن البركان عنده مكونات ولكن لما ينفجر يحدث التغيير فنحن نريد التغيير الصحيح لأن الشعب الجزائري هو الآن اللي راهو يطالب بهذا الكلام يعني النوعي بهذا المطالب بهذا الصورة راهو حاب حقيقة أن يبني الوطن تاعه كل ما نخشاه الآن ما هيش عودة الحراك أو قمع الحراك كل ما نخشاه ما هو يعني المخاطر اللي راهي تدور على الدولة الجزائرية الداخلية والخارجية أخي سليم لأن الدول ما راهيش السفيرة الأمريكية راهي ربما تدير صور سيلفي في الجزائر ولكن لا ما ما لا ما لا ما يجوش يحوسوا في الجزائر وما جايين يخدموا مصالح بلدانهم أكيد أنا أقولها لك نعم الكل يعرف على أنه ما يجوش يحوسوا والأستاذ أشار إلى نقطة كنت حاب نقولها وبارك الله فيه كلامه هو الكبير إن شاء الله على أنه المساج اللي يتكلم ماكرون أنا سمعته 4 خطرات اليوم والله يا أخي سليم غير فيه إشارات واضحة فيه إشارات واضحة ولهجة واضحة أنا نظن على أنه حان الوقت الآن أن نرجع للجادة ونخلو كل الاختلافات تاعنا بجهة حتى مع السلطة الجزائر راهي في خطر سنأتي لأنه هذا المحور يعني في سؤال حول مسؤوليات الكل يعني الآن مسؤولية السلطة مسؤولية النخبة لأننا يعني نتحدث عن النخبة وعن المعارضة وعن هذه الأحزاب التيار الوطني بين قوسين اللي عودة رجعت بنفس الأسطوانة وسمعنا الأمين العام الجديد تاع الأرندي وجمعنا جماعة الفلان وكأننا إعادة نفس الأسطوانة وراه قال لك نجتمعوا على الدستور وتعديل الدستور ونفس البروباغندا عادت ما هي مسؤولية النخبة ما مسؤولية المؤسسة العسكرية ما هي مسؤولية السلطة المدنية في عدم انهيار هذا البلد ما تحدث به عن خطاب ماكرون في لبنان تحدث به الكثير الشيء اللي قاله الدكتور عبد العلي الرزاقي صحيح الكل قرأ أنه كان هناك رسائل حتى دول أخرى ما نش حاب نسميها لأنه مش مصلحتنا دول أخرى عالم ثالثية تحسست من هذه اللغة وحست أنه الخطاب أيضا موجه لها يعني دول فاشلة طبعا لتوصلها الإعانات مثلا الدولية في وقت الأزمات ويتم تحويلها هذا الديتورنمو تلقى هذه الإعانات في
السوق السوداء. سأعود إليك أستاذ مراد صالحي، أعود إلى الموضوع الحقوقي اللي هو في صلب النقاش في نقاش الجزائريين، وهم ينظرون إلى القضاء وهو يحاكم في جزء من العصابة ونفس القضاء الذي ما زال يمارس التعسف كما قال كثير من المحامين في حق نشطاء الحراك. الحديث حول هذه النقطة أستضيف المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ طارق مراح، هو معي عبر هاتف من الجزائر. أولا هذه الصورة أستاذ طارق أرحب بك، هذه الصورة بشقين لنفس القضاء الجزائري، معلومات عن محاكمة وتصريحات من الهامل كثير من الوزراء، هذا زعلاني، هذا فلان، هذا علان، كلام كبير، كلام عن الجنرالات، عن أموال، عن نهب العمل المال العام، وكأنك في محاكمة يعني شفافة. يعني في نفس الوقت نفس القضاء يطلب فيه البروكيرور جنرال ولا البروكيرور الوكيل الجمهورية 10 سنوات في حق ناشط، 4 سنوات في حق ناشط، وما زال القضاء يخضع للضغط المؤسسات الأمنية، وما زالت التقارير تصل، وما زالت تلفق التهم. كيف تنظر إلى هذه الصورة للقضاء مع أخذ بعين الاعتبار، يعني لو تعطينا على الأقل قراءتك لهذه التغييرات اللي حصلت أمس على في المجالس القضائية وتحويلات للنواب العامين؟ نعم، مساء الخير لكل ضيوف ولكل متابعي قناة الأوراس. ما يتصل بهذا التدوير أو الرسكلة أو ما يسمى بالحركة بين ظفرين لرؤساء المجالس القضائية وقضاة النيابة من نواب عامين من مكان إلى مكان آخر هو تدوير ورسكلة للقديم وتلوين لسفينة بدهن قديم. هي سفينة جديدة بدهن قديم، لأن هذه العملية لم تكن الأولى منذ مجيء زغماتي إلى على رأس وزارة العدل. كان فيه كثير من التغييرات، كان فيه كثير من حركة من أو ما تسمى بحركة التغيير أو التغييرات. هل رأينا جديد على مستوى على الأقل الحفاظ على ما بقي من مساحات الحريات الفردية والجماعية؟ طبعا لا، بالعكس رأينا التماسات للنيابة للنيابة الجمهورية، التماسات يعني قوية جدا في حق نشطاء لم يرتكبوا ذنبا ولا جريرة إلا لأنهم يعني غردوا تغريدة على الفيسبوك أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. هنا يجب أن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنه مسألة تحرير القضاء من قبضة السلطة التنفيذية أو ما يسمى السلطة التنفيذية، لأنه في خلق في المفاهيم في الأنظمة الشمولية والأنظمة المستبدة ما فيش سلطة تنفيذية تهيمن على السلطة القضائية، لا، في مجموعة تهيمن على السلطات الثلاث وتستعمل السلطات الثلاث وقت ما تشاء وفي أي وقت تشاء وضد أي شخص تراه يعني مارق أو خارج عن خط المنظومة أو يشكل خطرا على بقائها واستمرارها. معركة استقلالية القضاء يجب أن تكون يعني من الجميع، من القضاة، من المحامين، من الضالعين في الشأن القضائي والشأن القانوني والشأن الحقوقي. المعركة هل هناك إرادة داخل يعني لأنه هذا صراع، وأمس كانوا أيضا معايا محامين وتحدثنا عن النقطة هذه حول إرادة القضاة، لأنه كان معنا الرئيس السابق لنقابة القضاة وتحدث أنه السلك، لما نتحدث عن السلك القضائي لا يمكن أن نتوهم أنه القضية متعلقة بقاضي وبروكيرور ومحامي. هناك هيكلة في النظام القضائي في الجزائر، هل هناك إرادة ربما تبرز من داخل هذه المنظومة للمساهمة في افتكاكه من السلطة التنفيذية وتحرير نظام القضائي في الجزائر؟ أقصد يعني دور النواب، دور النواب العامين، دور المحامين، القضاة، قضاة التحقيق، وأيضا حتى ضباط يعني تاع الضبطية القضائية وكله يعني. نعم، يجب أن ننتبه أولا لأنه عندنا قضاة نزهة، وعندنا قضاة بأنواعه، قضاة النيابة وقضاة التحقيق وقضاء الجالس، وكذلك كل يعني الضالعين أو المكونات ومشكلات الأسرة القضائية. فيه كثير أو أغلبية القضاة نزهة، وأغلبية المحامين عندهم انشغال، هذا انشغال استقلالية القضاء وانشغال دائم يشتغل من أجله كثير أو أغلبية المحامين وكذلك مشكلات الأسرة القضائية. فقط يجب أن ننتبه إلى أنه عندنا قضاء نزيه، عندنا قضاء نزهة، لكن قضاءنا ماهوش نزيه.
القضاء انه ما زال يرزح تحت التاثيرات، تاثيرات الهواتف والخطوط، لا زال يتاثر ب كثير من المتغيرات، لانه القاضي اذا كان شاف باللي يعني شباب الحراك قل عدد شباب الحراك او قلت المتابعات او يفهم، ولكن اذا زادت المتابعات معناتها السلطه التنفيذيه راهي ناقمه على الوضع، ناقمه على الوضع هذا ووضع الحراك، وبالتالي فان تكون فيه احكام اكثر قساوه، اكثر قساوه واكثر يعني حزم ضد هؤلاء. يعني باختصار شديد، القضاء في الجزائر لابد له من مضاعفه جهود الجميع من اجل انتشاره من هذا الوحل الذي علق فيه، من اجل بناء على الاقل قاعده قضائيه وقانونيه صلبه يمكن من خلالها الانطلاق لبناء دوله الحق والقانون. السلطه التنفيذيه في الجزائر والسلطه التشريعيه ان صح تسميتها السلطه التشريعيه الغائبه تماما عن المشهد، راهي ماشيه في خط واحد من خط المجموعه الحاكمه ونظام الامر الواقع، لانه السلطه القضائيه هي معول يمكن من خلاله ان او عصا يمكن من خلالها يعني تطويع كل من يعارض هذه المجموعه او هذه الجماعه او الحاكم المتغلب. السلطه عبر الزمن وعبر تاريخها عرفت كثير من الجماعات، كثير من المجموعات النافذه التي تغلبت على باقي الجماعات والغصب، وكل عصابه وكل مجموعه تمكنت من يعني الاستحواذ على هذه السلطات، يمكنها ان تستعمل هذه السلطات الثلاث من اجل استمرارها. هذا له علاقه بالشرعيه، شرعيه نظام الحكم. كل من يعني يفكر في التغيير الجدي والحقيقي والبعيد عن كل التجاذبات وعن المصالح الشخصيه والفئويه لا بد له ان يقتنع قناعه تامه وراسخه بانه يجب او نبدا التغيير من الشرعيه، يجب ان ننتخب حاكما شرعيا من الجزائريين ينتخب من اجل يعني على الاقل بناء قاعده وبناء انطلاقه جديه وحقيقيه لبناء دوله عصريه ودوله مدنيه. مسؤولية كل المحيطين بالقضاء، يعني لا يمكن الحديث عن القضاء دون الحديث عن الصحافة. ما الصحافة شفت حالها كيف راهي، الناس دي في مئات المليارات من السنتيمات، يعني في وقت اللي كانوا الجزائريين ممكن ما عندهمش عشاء ليلة. أسماء لمدراء جرائد أصبحوا بارونات، مع أنه في الأصل فيهم ما كانوش صحفيين ولا أبناء الصنعة، أولاد مسؤولين وجنرالات، ومن بينهم القايد صالح وغير القايد صالح يعني، وفي حتى زوجات لعسكريين كانوا يملكوا يعني فساد هذا الإعلام. حال السياسة أنت شايف، هل ممكن أن يتحرك القضاء لينقذ الجميع؟ هل ممكن لحركة لقضاة حدثت في العالم، يعني على فكرة يعني في بعض الدول أنه قضاة قلبوا الطاولة على الكل، هل ممكن يحدث هذا في الجزائر؟ لا استبعد أن تكون فيه صحوة داخل صفوف القضاة وشكل الأسرة القضائية من أجل الاتفاق على مبدأ ينطلق منه الجميع من أجل انتشار القضاء من هذه القدرة ومن هذا الوحل الذي علق فيه. نحن مقتنعون بأنه أن القضاة من شأنهم أو يعني كان عندنا فيهم يعني شفة كبيرة في الحراك، على الأقل عند بداية الحراك، واستمر حراكهم ورفع لافتات يعني جدا في وجه نظام بوتفليقة، ولكن نأمل أن يستمر أو أن تتجدد فيهم يعني الصحوة وكذلك النية في إصلاح المنظومة القضائية. أن ما حصل وما تداولته يعني أو حتى يعني الخبر أو صحيفة الخبر تداولت هذا الموضوع بشيء من التفصيل، قدمت قائمة لكثير من الأشخاص الذين يعني كان فيهم حتى كان عنده جريدة باسم مستعار، وهذا خطر جدا، استفاد من يعني أموال كثيرة جدا وأموال يعني طائلة تحسب بالمليارات بعشرات المليارات، ولكن لم نرى أو على الأقل نحن ننتظر تحرك النيابة في هذا الخصوص، لأنه هذه تشكل جريمة يعني يمكن للنيابة أن تحرك أو كان لزاما على النيابة أن تحرك الدعوة العمومية تلقائيا، لأنه هذا الموضوع تم تداوله على نطاق واسع في وسائل الإعلام الغير رسمية، وكذلك كان هذا الموضوع تخلي يعني حتى يعني خارج الحدود الجزائرية، وبالتالي فإنه على النيابة أن تتحرك بالسرعة التي تحركت بها مع ياسين قدير في أضرار ومع نبيل شرفي في تبسة ومع كثير من النشطاء في غرب البلاد وشرقها وجنوبها. نأمل أن تتحرك النيابة من أجل استرجاع على الأقل ما يمكن استرجاعه من أموال الجزائريين الذين ضاقوا ذرعا
بحياتهم التي فسدت من خلال هذه التصرفات وهذه السلوكات البعيده كل البعد عن القانون. وعندنا الناس في مينا، راه الناس بيتين برا بيتين في الملاعب في الخيم. نعمل ان تنتبه هذه السلطه لهذه الفجوات وهذه الكوارث التي يعني تحصل في حق الملاعب الجزائري، ومن خلال القضاء سيمكن يعني على الاقل اصلاح الحد الادنى من هذه. أشكرك جزيل الشكر أستاذ طارق مراح الحقوقي والمحامي والناشط الحقوقي، كنت أضيفي عبر هاتف ميناء الجزائر. أستاذ مراح الصرحي، لا يجب أن نختم هذا اللقاء قبل أن نتحدث عن القضاء، عن هذه الصورة يعني اللي فيها شقين متناقضين، هذه المؤسسة اللي يروح ضحيتها بعض المواطنين برعاء، الرأي العام يقول بلي هادو الناس ما عملوش شيء، محامون يقولوا بلي عم ما عملوش شيء، قضاة شرفاء يقول لك ما الشيء، الكتبة اللي قالها لما يقول انه مدنية مش عسكرية، ولا يقول بلي اعتقد انه تبون مزور، يعني الانتخابات كانت مزورة او انه مش شرعية او مطعون شرعية، هذه ما هوش كلام اللي يديك 10 سنين للسجن. هو نفسه هذا القضاء اللي تظهر منه أن هناك جلسات مستقلة ونزيهة مثل محاكمة بعض رموز العصابة، كيف تنظر أيضا إلى خطورة وجود هذه الصورة في المؤسسة القضائية في الجزائر؟ أستاذ سليم، هي أنه للأسف القضاء والإعلام والبرلمان والشرطة والدرك أصبحت يعني أدوات في يد يعني السلطة متجبرة متكبرة، يعني ما تعرفش دائما كما قلت أنا في البداية طبيعة الحوار وأهمية الحوار ونتائج الحوار، هذه ما تعرفهاش، تعلمت وتربات في مستنقع، هذا المستنقع تاع يعني الأنظمة الشمولية الديكتاتورية لو تسمح لي على التعبير، لأنه هما بالنسبة لهم القضاء في الجزائر هو سيتانوتي، يعني هو أدوات في يد صاحب السلطة. فهذه العقلية هي اللي فسدت يعني هذا القطاع للأسف، مش فساد مالي فقط، بل فساد حتى يعني في أخلاقيات يعني المهنة، هذه ما راهيش مهنة، هذا راهو يعني حتى يعني قضية، حتى يعني هذه قضية القضاة راهي قضية كبيرة بزاف، يعني كبيرة يعني بحجم كبير أيضا، لأنه القضاء النزيه هو يعني من الركائز تاع كل الدول العظمى وخاصة الأمن والقضاء، هذه يعني الركائز للأسف اللي استغلتها السلطة ودارتها وخدمتها لفورماتي باش تكون أداة من الأدوات تاع البقاء تاعهم. إذ لو تسمح لي ما نعبرش ما نقولش للقمع، ولكن لو تسمح لي المصطلح اللي من أجل يعني تحصين الصورة تاعهم والصور تاعهم. السؤال الآن المطروح أخي سليم، أنا تعجبت على أنه أغلبية الأحزاب السياسية، ما نقولش كلهم، ولكن كاين كثير من الأحزاب السياسية ما ذكروش في أي بيان ولا في أي يعني رسالة واضحة وما لحوش على هذه القضية تاع القضاء. هذا شيء مؤسف. لماذا شيء مؤسف؟ لأنه القضاء، احنا الشعب الجزائري وخاصة الناس السياسيين، الناس على الطبقة وفي الساحة السياسية، هذه راهي مؤسسة من مؤسسات الدولة، هي أيضا مثل المؤسسة العسكرية، وهذه هي ركيزة الدول، يعني دولة القانون هي القضاة. وعلاش ما تكونش هناك نقابة حرة تعلن ببيان على هذه الممارسات؟ لأنه ما يمكنش ينجح الحراك قبل، اسمعني مليح، قبل ما تتمرد كيفاش نقولوا، ولا يتمرد القضاة ولا العدالة على الأنظمة الشمولية. هذا حدث في كثير من الدول، على أنه لحظات قبل انهيار يعني الأنظمة المستبدة الديكتاتورية تبرأ منها يعني القضاة والقضاء عموما. نحن نعلم جيدا على أنه من بين يعني المؤشرات اللي تقول على أنه الأنظمة الشمولية الديكتاتورية سقطت وهي في الانهيار وراحت، هي شوف القضاء، هل القضاء راهو مازالوا تحت التصرف تاعها ولا أدار عليها الظهر؟ أنا ذاك أخي سليم لو تكون هذه راهي هي الضربة الكبيرة، وهو الدليل الكبير، وهو الباب الواسع
اللي يعني يحقق للشعب الجزائري حقيقة ويشوف فوق أرض الواقع الأرضية الحقيقية، لأن القضاء خرج من يد الطغيان والاستبداد والظلم. فلهذا نحن نقول ونأكد ونقول دائما على أنه ما راهيش قضية بقاضي ولا قاضي في منطقة أخرى أو في مجلس قضاء آخر، هي يعني مؤسسة بروح مخترقة بولاء. لما كنا نشوف الصور كيفاش الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة كان يهين القضاء كمؤسسة والقضاة، كنا نعرف على أنه هناك أصبحت يعني حسن وأصبحت يعني وسيلة ليعني فرض نفس سلطة الأمر الواقع هي التحكم في القضاء بالدرجة الأولى، ناهيك عن يعني كل المؤسسات الأمنية الأخرى. فلهذا أخي سليم أنا متفائل وما رانيش نشوف فيها مفاجأة، وهذا يكون من الطبيعي لأنه في الأيام القليلة والأسابيع اللي جاية مع خاصة العودة تاع الدخول الاجتماعي، أنا نظن وراني نشوف الصورة وأرض الواقع على أنه راح تكون هناك حركة من القضاة والمحامين ومجلس القضاء. يعني لماذا طرح هذا السؤال وأنني ننقل من النقاشات؟ لأنه المقدمة كانت أنه لا يمكن إصلاح النظام القضائي أو النظام الاقتصادي أو النظام المالي إلا بإصلاح النظام السياسي وحكومة شرعية، وبالتالي سيتأخر هذا الإصلاح. فهناك من قال بأنه هناك حركات احتجاجية قد تفرض أو تستعجل الإصلاح، لذلك أنا طرحت هل هناك إمكانية فعلا بأن يأخذ القضاة المبادرة نقابة لضغط سلمي من أجل الإسراع بعملية الإصلاح والتغيير؟ نعم، شوف التجربة الشيلية كان هناك يعني بينوشي، يعني الورقة الأخيرة صحيح. اللي كان يعني محكم فيها ما هوش هو الجيش، هو القضاء. لو تتذكر يعني القضاء في يعني على الساعة صفر في يوم من الأيام وقفوا وخرجوا قالوا خلاص القضاء ما راهوش معك، القضاء راهو مع الشعب. كانت هذيك هي النهاية. فنحن نقول على أنه الإكسيبسيون من غير يعني تصليح النظام السياسي ليصلح كل الأنظمة صحيح. هذا معروف. أنا أقول لك المرادف ده مجلس القضاء أهم من الجيش وما نتمناوش، واهم من الشرطه وما نتمناوهمش. نقول لك لماذا؟ لانه الجزائر راهي محتاجه للامن كدوله ولكحدودها. فلهذا نحن نفضل لو القضاة يديروا هذه الخطوه في صالح الحراك، انا ذاك السلطه ربما ما تسقطش وربما تروح الى الورقه الاخيره البيضاء، وانا ذاك تقول نعم جربت كل شيء ما فات كل شيء ونروحوا الى يعني وما يفيد غير الصح. سأعود اليك في محور أخير أستاذ مراد صالحي، قبل ذلك الجانب الاقتصادي الاجتماعي، حال العمال في الجزائر ما شفناه في خلال العيد، نقص السيولة، عامل جزائري بسيط شهريته 1,300,000 حتى 1,800,000 لزوج ملايين، حتى الشهرية يروحوا ما يلقاهاش في البوسطة. ثم جاءت قضية الحرائق، ثم جاء هذا الزلزال تعبيلة، ثم هناك ما يسمى الأدين، يعني الزيادات في المعاناة تاع هذا المواطن، لكن لا يبدو أن الاجتماعات الكثيرة اللي راهي في مجلس الحكومة ومجلس الوزراء وهذا المجلس الأعلى للأمن اهتمت كثيرا بحال العامل الجزائري وحال العائلة الجزائرية، سواء البسيطة الفقيرة أو حتى المتوسطة، لأنه لمعلومكم كل المؤشرات تفيد بأن الطبقة المتوسطة في الجزائر اللي هي تحمي لزيكيليب اللي تحمي التوازنات الكبرى في أي مجتمعات راهي تتضاعل، تنزل إلى المستويات الدنيا. لذلك أريد أن أسأل الناشط النقابي السيد فاتح حمودي، هو معي عبر الهاتف من تلمسان. فاتح حمودي، أين العامل الجزائري؟ أين هذه القوة العاملة الجزائرية في ظل هذه الأزمة وفي ظل كل هذه الاجتماعات اللي راهي عند مجلس الوزراء ومجلس وكل الحديث اللي راهم يقولوا بها حركة، تشوف حركة في نشر الأخبار الساعة 8 لكن على الأرض لا ترى لها وقعا. السلام عليكم. سلام. مرحبا بجميع وبضيوف بكل مشاهدين قناة الأوراس. بالنسبة للموضوع هو دائما مرتبط بالسياسة. نعم. والعامل بصفة عامة في الجزائر هو يعاني، وخاصة العمال اللي هما في الطبقة المتوسطة هما يعانون في كل مراحل اللي مرت بها الجزائر. صحيح. سواء في الكوفيد 19 أو قبل الكوفيد 19 في المواسم مثل مثلا العيد الأضحى أو العيد الفطر، لازم نعرفوا باللي الموظفين
ما يقدروش بعضهم او نصفهم ما يقدرش يشري كبش العيد لانه ما يقدرش يلحق باش يشري كبش العيد لان كبش العيد هو يساوي اكثر من 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 الاجر اللي يديه العامل. وبالتالي احنا نقول باللي هذه هي قنبله موقوته نضيفوها الى القنبلات الاخرى اللي راها موجوده في الجزائر كالعمال اللي كانوا في القطاع الموازي واللي ما راهمش يخلصوا اصلا واللي كانوا يخدموا الجورنالي اللي كانوا يخدموا يوميا والان راهم بدون عمل. هذه كذلك مشكل كبير راه موجود في الجزائر سواء بالنسبه للعمال او بالنسبه للبطالين. وهذا يخلينا نتكلموا دائما على السياسه. وكما قلت للاخ صالحي اللي هي لوجيك كاين منطقين، كاين منطق السلطه وكاين منطق الشعب. والشعب واش راه يطالب اليوم؟ راه يطالب بتجسيد وتكريس مقاييس ومعايير المعمول بها في الدول التي تحترم نفسها. مثلا انا كحقوقي كاين فيه مقاييس اللي تتعلق بحقوق الانسان، مثلا الاعلان العالمي لحقوق الانسان، العهد الدولي للحقوق السياسيه والمدنيه، العهد الدولي للحقوق الاقتصاديه والاجتماعيه والثقافيه. الجزائر لازم تعرف بلي سقطت على هذه العهود، سقطت عليها لكن في التطبيق ما كانش تطبيق. ولو جينا نطبقوا المقاييس او المعايير اتحاد العهدات تاع المعاهدات لما تمكنا من الاجابه على كل هذه التساؤلات اللي راها تطرح هنا وهناك. كذلك بالنسبه لي كنقابي هناك معايير تاع المنظمه العالميه للشغل واللي الجزائر مشاركه فيها ومصادقه على عده معاهدات متعلقه بالاقتصاد ومتعلقه بعالم الشغل، لكن في الواقع ما نشوفوهاش. اذا لو ناخذوا هاد المقاييس وهاد المعايير ونوظفوها في استراتيجيه وطنيه لقدرنا نبني دوله. ما دور النقابات؟ ما دور القوى العامله الحقيقيه اللي هي اللي هذا البلاد في هذا الاطار؟ بكل صراحه القوى العامله الشيء راهم يستعملوا نفس الشيء كما استعمل وقت بوتفليقة. فيه الترغيب وفيه الترهيب. فيه الناس اللي كنقابات وكأحزاب يوفروا لهم الإمكانيات هنا وهناك حتى يسكتوا مثل ما راهم يعملوا مع الأسرة الإعلامية. لكن تعرفوا مليح باللي المنطقة تاع السلطة الجزائرية واش يدير؟ هو يصنع مجتمع اللي عنده لسان ده في المواقف في ما يفعله. يصنع اعلام يطبل لكل ما تقوم به السلطه والنظام، يصنع احزاب ونقابات لكي تسكت العمال والمنخرطين. فيبقى بعض النقابات تعرفوا مليح انتم باللي نقابات سيكاتا وسنافاك من بين هذه النقابات اللي راها تقاوم ماشي من اليوم، تقاوم منذ مده بعيده وهي تقاوم، ولكن ما راهش كاين مسانده. بكل صراحه ما كانش مسانده من طرف النقابات الاخرى. كاين نوع من لا كومبليسيتي، كاين تواطؤ من نقابات اخرى ومن جمعيات اخرى. هذا يخلينا لازم نروحوا للحل. الحل هو الحراك اولا. الحراك لازم يرجع الحراك. واثنين لازم نوقفوا الاليات تاع المنظمات الدوليه، لازم نديروا اشهار دولي حول قضية الجزائر، حول السجناء اللي راهم موجودين في الجزائر بطريقة تعسفية. لازم نوقفوا الإشهار للمنظمات الدولية على 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 مستوى عالمي حتى العالم يعرف واش راه يجري في الجزائر. جميل. بالنسبة لو سمحت. نعم. بالنسبة للحلول اللي راها باقية في الجزائر، بقات الحرقة. وانا ما صابرش الاخ لما قال الحركه تاع المره اللي فاتت هي رساله الاتحاد الاوروبي. لا، انا ما صابرش. لماذا؟ لان الحركه ما كانتش اللي كان الحراك في اوج قوته. ما كانش الشاب كان يروح يحرق ذا البحر، الشباب كلهم كانوا باقيين في الجزائر
لكن الان لما فقدوا الثقه في هذه السلطه الان راهم يرجعوا للحرقه، والجزائريين راهم واجدين. وانا نشوفوا رانا ندوروا في الجزائر، الجزائريين راهم مستعدين باش يحرقوا بكل الوسائل وبكل الطرق. وهذا صحيح. ليس عيب المجتمع ربما كثير عيب السلطه وعيب النظام. نعم، كثير من التقارير ذهبت انه فعلا هناك مود احتقان كبير وعدم ثقه ويأس بدا يظهر عند الشباب الجزائري. وانا نشكرك جزيل الشكر سيد فالح حمودي على هذه المعلومات، هذه المداخله. اذكر بانك ناشط نقابي، ناشط في الحراك، كنت ضيفي عبر الهاتف مدينه تلمسان. في دقيقتين استاذ مراد صالحي، حول مسؤوليه الكل في انه تخرج الجزائر من هذه الازمه السياسيه المعقده باخف الاضرار. نعم، مسؤولية الأول أخي سليم كما ذكرت وقلت على أنه في آخر المطاف هذه الجزائر راح يجي نهار ليبنيها أبنائها، هذه غير محالة فيها. نحن نخشى ما نخشى هي كثير من الأمور، الحدود الجزائرية، الأزمة الاقتصادية العالمية الدائما يعني المديونية اللي راهي تهدد الجزائر. لأنه أنا نقول لك منذ أسابيع أظهر للعالم على أنه ربما في خلال أشهر راحين يعني يمدوا الأموال، ولما يطلبوا الأموال وش توقع تدخل في الحياة العمالية، في الطبقة الكادحة، في الإيروتريتي، في كل هذه الأمور. كل هذا يذكرنا إلى ما قبل 88. نحن كل ما نريده الآن إن هذا الحراك ما راهوش للشعب الجزائري أبدا، راهو فرصة للسلطة باش لأول مرة تخرج من الباب الواسع. يا أسي ما فيهاش عيب، يعني حكمتوا السلطة، درتوا كل شيء، أنتم راكم في الحكم، ما عندكمش يعني إقالات وتقاعد يعني قانوني، زوجة بشخص، إطاحة بشخص، السجن لشخص، يعني كل النهاية تاعكم يعني مأساوية. الشعب الجزائري اليوم يقترح عليكم الفرصة ويقولكم لا، أنتم أبناء الجزائريين والجزائريين رغم اختلافنا معكم، ولكن أنتم تسالوا في الجزائر كما يسال فيها هذا الشعب الجزائري. تعالوا ودعوا الفرصة للشباب، حتى ليست لبعض الأسماء ولا الأشخاص ولا الأحزاب، دعوا لهذا الشعب هو اللي فيه كل الكفاءات لتبني هذا الوطن. لأن الجزائر مازال ما بينتش حنة يديها للعالم، من حيث المحيط، من حيث الاستراتيجية، من حيث يعني الديموغرافية، من حيث يعني المساحة، من حيث كثير من الأمور. احنا يعني نشوفه وننظره كمنظمين من هذا الباب. اليوم الأزمة أخي سليم كلما تقدم الحال كلما الأزمة تعفت يعني. نعطيك مثال في نقطة باش ننهي باش الناس تفهم جيدا. في شوف الأزمة تاع الحرارة مثلا، شوف الجزائر أزمة الحرارة، عندنا مشكل تاع الطاقة، تاع يعني مكيفات الهواء، لأنه من الطبيعي مع ارتفاع درجة الحرارة يعني لا كونسوماسيون يعني الاستهلاك يكون كبير. احنا ما عندناش يعني لي سونترال، واش يوقع يعني بعض الانقطاعات. لما يوقع الانقطاعات شوف واش عندك أزمة اقتصادية، ما كانش العمل، أزمة تاع الانرجي يعني ما كانش الطاقة، عندك أزمة تاع كل المواد الغذائية اللي ربما تفسد وصاحبها ما يغامرش لأنه يعرف ما كانش تأمين. صحيح. لما ما يكونش تأمين أو راح تهدد يعني مصلحة المستهلك يعني المواطن. شوف يعني أربع قضايا في نقطة ما تعالجتش من بدايتها. حبيت نلخص هذا المثل باش الناس تفهم على أنه في آخر المطاف الشعب الجزائري يريد يعني حقيقة يدير الخطوة السياسية، ماهيش اجتماعية، راهي خطوة سياسية من أجل الخير. القضية ما راهيش أشخاص، القضية راهي صحوة تاع الشعب من بين شعوب العالم حب يبني بلده. هذه هي أخي سليم. جميل، هذه يعني خاتمة مليحة لهذه الحلقة. وفعلا الشعب الجزائري ثار من أجل الإصلاح فعلا، ومن أجل تكون بلده قوة مزدهرة اجتماعيا، قوية اقتصاديا، قوية عسكريا، وشرعية سياسيا أيضا. شكرا لك جزيل الشكر الأستاذ مراد صالحي الحقوقي والناشط السياسي، كنت ضيفي عبر خدمة سكايب من جنيف. الشكر موصول لكل ضيوف في هذه الحلقة، وموصول إليكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة. ألقاكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت مع حلقة جديدة من برنامج في العمق. إلى اللقاء.